ألا تريد أن يحبك الله؟ تدري أنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء. يلقي الله لك الحب في السماء وينادي جبريل، الله يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، هو في الأرض، فيقول جبريل للملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماء، ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض، كل الأرض تحبه. ليش؟ الله أحبه. تبغى يحبك ربي؟ هذا العمل، ركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الفريضة وأربع قبل الظهر وثنتين بعد المغرب، كم صارت؟ 12 ركعة. طبق معايا علشان أول حاجة هخش عليها هي السلم، مليت جردل كده أهو، في شوية صابون مواعين وشوية معطر، يعني أنا السلم عندي نظيف، هفتح الوقت أوره لكم، بس برضو ما يمنعش إن أنا ألمعه كل شوية علشان أحس برضو إيه بنظافة. تعالوا بقى أوريكم، هسيب بس كده الجردل هنا وافتح أوريكم السلم، هو نظيف أهو، السلم نظيف أهو شايفين، بس هلمعه، بس هلمعه، تعالوا بقى معايا ما ايه عشان ألمعه. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبالف صحة وسلامة يا رب. وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو نزلته معاكم، فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، فيديو كله طاقة وكله نشاط، بس كملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسونيش في اللايك الجميل من ايديكم الجميلة وكومنت جميل منكم عشان ادخل ارحب بكم وبوجودكم عندي. ولو اول مرة بتتابعوني او بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. في بداية الكلام الأول نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عشان ربنا كده يبارك لنا في بقية الفيديو. ما تنسوش انتوا كمان تصلوا على النبي. مساءكم جميل، مساءكم أبيض زي قلبكم طيب النظيف، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم وعلى قلوبكم. ربنا يا رب يجبر بخاطر قلوبكم جميعا وينولكم كل اللي في بالكم، واللي نفسه في حاجة ربنا يديها له ويرزقكم الخير من حيث لا تحتسبوا، ويجعل سعادة الدنيا ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعل الدعاء من حدكم ومن نصيبكم باذن الله. تعالوا بقى معايا فيديو النهاردة ان شاء الله باذن الله. بدأنا كده زي ما قلت لكم في البداية، بدأت كده بالسلم، لازم كده اول ما ببدأ كده اول ما بصحى من النوم بخش على السلم الاول، علشان ايه يطري لي الدنيا كده، واحس برضو ايه بنظافة، وسلم بينظف لي عندي جوه في الشقة. فبدأت كده على طول بالسلم، جبت الجردل زي ما قلت لكم كده، وبحط في اي صابون مواعين اي حاجة. كان ناقص من عندي شوية نظافة رحت جبتها، بس استنوني كده بإذن الله الفيديو اللي جاي، معرفتش اصوره لكم الفيديو ده لان حصل شوية دروبات يومها. تعالوا بقى اما احكي لكم، وتعالوا كده اسمعوني كده ومخمخوا كده مخكم معايا. يعني يوم الخميس نزلت عشان اجيب الحاجة اللي نقصاني، والحاجة اللي نقصاني في النظافة، وبرضو الحاجات اللي نقصاني في البيت، تمام. وخرجت ورحت وجيت وخلاص، وكان الجو يومها طبعا يوم الخميس اللي فات ده على طول الجو كان حر نار. فالمهم روحت الساعة 12 بالليل، وناوية بقى ان انا اصور لكم يوميها بالليل ان المشتريات اللي انا جبتها وكده. قلت بقى هعشي العيال الاول واخلص منهم عشان يناموا وما يعملوليش ازعاج، واقعد انا بقى ايه اجيب الكاميرا بتاعتي واصور لكم بقى ايه شويه الحاجات المشتريات اللي انا ايه جايبهم وكده، تمام تمام. عشنت العيال ودخلوا ناموا والبيت بقى رايق عليا، دخلت بقى المطبخ بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اغسل بقى الحاجه اللي هم متعشين فيها الاول وعلى نظافه بقى ايه، واوريكم المشتريات، تمام تمام. دخلت المطبخ، جيت لسه ببدأ بسم الله الرحمن الرحيم افتح الحنفية علشان اغسل مواعين، اتلاقيت الحنفية مسدودة، البلاعة مسدودة، مفيش مية بتنزل خالص ولا اي حاجة خالص، ولا حتى بصوا ولا اي حاجة مسدودة. قلت اه هو يوم باين من اوله، وهسهر بقى السهرة صباحي، اقعد اسلك في ايه، اقعد اسلك في البلاعة. وطبعا تحت الحوض انا حاطه فيه تحت الحوض البلاستيكات والخلاط والحاجات اللي بستعملها بقى على طول دي،
ففي لمح البصر والله العظيم زي ما بقول لكم كده المطبخ بقى زي الزفت في ثانيتين، في ثانيتين بالظبط يعني. بصوا وخلاص وانا ما عنتش قادره والجو حر نار ورجعت تعبانه من بره ومش قادره يعني، يا دوبك كنت على امل ان انا اصور وخلاص الحاجتين اللي انا هصوره لكم ده وتاني يوم اكمل وخلاص، بس للاسف انا قعدت في البلاعه دي من الساعة واحدة تقريبا او واحدة ونص لغاية الساعة 5 الصبح الفجر، وياريتني برضو صلحتها وياريتني عملت فيها حاجة، ويعني لدرجة ان انا خلاص يعني انا مش قادرة، والبلاعة بقى مطلعة بقى اعوذ بالله يعني اعزكم الله حاجات بقى ما اقدرش اقولكم يعني، حاجة تقرف اللي ما يتقرفش يعني، مش قادرة اقولكم، مع انه اقسم بالله العلي العظيم لا بكب زيت ولا بكب اي حاجة في الحوض بتاع المطبخ، بس مطلع كمية جيافة يعني اعوذ بالله اعوذ بالله بجد. والكلام ده كله والساعة انا قعدت اعيط والله في وسط الكلاوة والدربكة دي، انا قعدت بقى في وسط الحاجة وبلت كل هدومي بقى اتبلت وقعدت بقى في نص المجاري والحاجات دي وقعدت اعيط، ما انا مش عارفة اعمل ايه لوحدي، طب اعمل ايه دلوقتي. وكنت ليصة بقى يعني ساعتها جبت، كان عندي كان في سلكة كده اللي هي الحديد دي اجرب برضو وادخل، مفيش فايدة. بصوا جربت كل حاجة ومفيش فايدة برضو، وكانت الدنيا بقى ايه اعزكم الله يعني ما اتمنهاش لحد وما اتمنهاش بجد لحد انه يحصل فيه كده زي اللي حصل معايا. بصوا هي عموما لما بتقفل معايا كده هو بيبقى اليوم باين من اوله، بتبقى دربكة كده من اليوم كده من اول، بتبقى البشاير كده هلة كده عليا. بصوا ده من ضمن المشتريات اللي انا جايبها بتاعت التنظيفات، هي المشكلة اتحلت الحمد لله تاني يوم الجمعة، دلوقتي هقول لكم يعني هي اتحلت ازاي، وبرضو عشان اعرفكم برضو للحوض عنده مسدود او حاجة يعني زي شبيهة زي اللي عندي هقول لكم برضو تعملوا ايه. بصوا ده كنت عايزة بقى اغسل يعني، انا كل يوم لازم غسيل، فالجل بتاع الغسيل اللي عندي كان خلصان، فبصراحة عملت ركبت واحد كده لان انا كنت جايبة كذا كيس، فركبت واحد بعد بقى لما الدنيا بقى ايه رقت من عندي فركبته عشان كان عندي غسيل. المهم اكمل لكم بقى ازاي الدنيا اتصلحت معايا انا بعد بقى لما خلاص الدنيا سودت في وشي يوم الخميس بالليل ساعة الفجر دي. انا قلت خلاص هي ملهاش حل بقى غير ان انا اجيب البطاس ده، البطاس ده مادة بتتجاب مش عارفة والله بصراحة بتتجاب من عندي مين، بس هي مادة كاوية مش اي حد يستخدمها يعني، لازم اللي يستخدمها يكون لابس جوانتيات في ايده، ومادة يعني ايه يعني بتحرق يعني مضرة خالص ومش اي حد يستخدمها يعني. فالمهم هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر ان هي تسلك لي البلاعة، وده اللي فكرت فيه بقى ولميت الدنيا كده. وطبعا انا من عزم عصبيتي قطعت الخرطوم اللي هو ايه اللي بينزل على الصرف، فقطعته وكان سليم وكان كويس، بس من عزم عصبيتي ومن الضيقه ومن الخنقه اللي انا كنت فيها فقطعته. فالمهم جبت واحد جديد بقى تاني يوم وقلت هجيب البطاسه اسلك من تحت من عند المجاري دي، وطبعا البلاعة ذات نفسها اللي موجودة عندي في الحمام برضو كانت مطلعة عزكم الله يعني جيافة، فهو الحل الوحيد كان البطاس عشان الدنيا تسلك وتمشي. فالمهم اخويا بقى طبعا ربنا يا رب يكرمه برضو كان عنده نفس المشكلة عنده في شقته تحت، برضو كانت نفس المشكلة، وبيقول انا جربت البطاس وجربت كل حاجة انت هتجيبيه على قلة فايدة، فانا هطلع اسلكهولك وزي ما عملته عندي وهيتسلك بإذن الله تمام. مع ان انا يعني كنت عامله حساب ان انا هسلكه بالبطاس، هو قال لي خلاص البطاس مش هيجيب معاك نتيجة لان هو جرب كل حاجة عنده، وربنا يا رب يكرمه برضو، وطلع برضو اتعذب فيه شوية عندي فوق في الشقة بس سلكها لي. بس بصراحة يعني انا في الدربكة دي ما بعرفش اصور حاجة بصراحة، سامحوني بجد والله يعني اي حاجة دربكة عندي لا بصراحة ما بعرفش اصورها خالص، ومش من النوع ان انا مثلا لما تلاقي كارثة عندي في حاجة او كده واطلع التليفون واقعد اصور، انا مش من النوع ده تمام. هو بقى صلحولي ازاي تاني يوم الجمعة، طبعا اشتريت الخرطوم جديد عشان التاني انا قطعته،
هو بقى جاب الخرطوم اللي هو العادي اللي بنغسل بيه العادي، وما تعرفيش عمل فيه ايه كده، وقعد دخله ويسلك يدخله هو سلكه بالخرطوم بصراحة. يعني السلكة بتاعت المجاري ما تسلكتش وهو سلكه بالخرطوم، معرفش ازاي بصراحة عملها ازاي، بس ربنا يا رب يكرمه عملهولي والحوض اتسلك والحمد لله. والمشكلة بقى في العذاب بقى اللي بعده، يعني بعد ما تسلك طبعا المطبخ كله الارضية كلها الريحة اعزكم الله، والارض كلها جيافة بقى، وحاجة بصوا يعني ما تمنهاش لحد. فنصيحة مني اي حد الحوض بتاعه مهيئ ان هو يتسد، لان انا برضو الحوض عندي كان مهيئ للسددان يعني، بس انا كنت بكسل بقى. المفروض نجري على بتاع المنظفات نقول له على حاجة تسلك لنا الحوض، يعني لازم كل فترة نسلك الحوض، حتى لو الحوض المية بتجري فيه عادي، لان المجاري دي بيتراكم فيها وبيترسب فيها حاجات طبعا احنا ما بنشوفهاش ولا كده، بس لازم كل فترة. انا عن نفسي هعمل كده، كل فترة هجيب حاجة من عند، هروح بقى اسأل الراجل بتاع المنظفات في حاجات بتسلك البلاليع. في بس هسأله وهشوف وهجيب بإذن الله، وهقول لكم على اللي انا جبته، وهقول لكم برضو على حلو ولا لا. بس ما نسيبش بقى الحوض زي ما انا عملت كده للمرحلة الأخيرة، عارفين هو مراحل يعني مرحلة. الحوض كان بيتسد اي نعم بس كان بينزل بالراحة، فانت ما تستنيش ان هو الحوض مثلا لما يتسد عندك وينزل بالراحة زي ما انا عملت كده وضغط في الآخر. فكل حاجة ويعني لازم يعني ايه ما نسيبش الحاجة بقى للمرحلة الأخيرة، فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني قبل ما الحاجة تبوظ لا، لازم نكون واخدين بالنا واخدين احتياطاتنا في البيت يعني وكده. يعني زي ما قلت لكم كده، يعني انا دخت كان يوم صعب جدا عليا والله. لو لسه بقى مكملين معايا للوقت ده من الفيديو وما ضغطوش اللايك، بالله عليكم تضغطوا اللايك على الفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت علشان ادخل ارحب بيكم وبوجودكم عندي في القناة. ولو اول مرة بتشوفوني وبتتابعوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل بإذن الله. وان شاء الله باذن الله استنوا مني فيديوهات احسن واكون عند حسن ظنكم. وشكرا لكل الكومنتات الجميله اللي بتجيلي والناس الجداد اللي بيشتركوا وبيدخلوا يشتركوا عندي في القناه، ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم. وخلاص كده الفيديو خلاص بيشطب اهو وبيخلص، بلم الهدوم وبطبقها واشوفكم على خير باذن الله الفيديوهات اللي جايه. باي باي.